الناس في مصر على ما يبدو استمرأوا قصة ان هم يبيعوا كل حاجة، وبقت في حمى زي الموضة اللي قال عليها عبد الفتاح السيسي بتاعت ايه، حطوا طبق واحد كده وقعدوا عشان نتفرج على بعض، يبدو ان هم عايزين يعملوا لنا موضة البيع. فمش واخدين بالهم من حاجة بسيطة، ان جميل انك تستثمر بس خيانة انك تبيع ارضك، جميل انك تجيب شركات تعمل إدارة أو تدور مصالح مهمة في البلد، بس خد بالك إن ده دليل على عجزك لأن أنت فشلت في الإدارة. ومين اللي فشل في الإدارة؟ اللي بيحكم. ومين اللي بيحكم؟ العساكر. ومين اللي على رأس العساكر؟ السيسي. فده مثال لفشل النظام العسكري في إدارة الدولة. وهقول لك أمثلة وهنتكلم مع بعض في تفاصيل، ولكن تابع معايا كده عمرو أديب وهو بيقول لك موضوع رأس الحكمة فتح نفس وشهية المصريين لطرح أماكن تانية وحنعدي بيه عنق الزجاج. يعني بيع علشان تقدر تعيش، بيع أرضك علشان تكمل حياة، حتى لو هتتنازل عن أرضك وجزء من ترابك الوطني وسيادتك. طيب أول حاجة اتكلموا عنها امبارح وجبنا خبرها لحضراتكم، وزير الطيران لما قال في الخبر اللي هتشوفوه ده ان هيعملوا مزاد عالمي علشان يشوفوا شركة تدير مش مطار ولا اتنين، لا تدير كل مطارات مصر. وده اعتراف واضح وصريح جدا ان الدولة والنظام والوزارة وسيادة الوزير اللي قدامنا ده فشل في ادارة كل مطارات مصر، فبيدور على ناس يديروا مكانه. زي ما انت شايف كده محمد عباس حلمي وزير الطيران قال لك والله احنا هنعمل مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية. وهنا قلت لحضرتك امبارح ان احنا بقالنا حوالي 94 سنة عندنا مطارات، فلما نيجي دلوقتي نقول ان احنا فاشلين يبقى اللي موجود في الحكم فشل انه يديرها. صحيح، يبقى احنا قدام حالة فشل مش حالة استثمار. حالة الفشل دي خلتهم يقولوا طب احنا عايزين نجيب حد يستثمر لنا، هو ده الحل الوحيد؟ لا، في حالات تانية وفي حلول تانية مهمة تنفع البلد هنشوفها برضو ونتابعها مع بعض. بس هو مين؟ سيادة الوزير محمد عباس حلمي. تعال نتعرف عليه علشان تعرف برضو ان هو عسكري، ودي صورته بالبدلة اللي بيصدرها لنا، بس الصورة اللي ما بيطلعوهاش الصورة التانية دي لحضرته هو بالزي العسكري، عشان اقول لك ان اللي حاصل هو فشل ما بعده فشل للزي العسكري وللمؤسسة العسكرية في إدارة الدولة المصرية. مهندس صفقة المطارات سيادة الفريق محمد عباس حلمي اللي هو وزير الطيران المدني، من مواليد القاهرة 61، اتخرج في 82 من الكلية الجوية وتدرج في الوظائف العسكرية في القوات الجوية لحد ما وصل رئيس أركان القوات الجوية، وتم ترقيته في يناير 2012 لرتبة لواء. معاه بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وعنده زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا. يعني حاجة مفتخرة، متعلم على الآخر، وبالرغم من كل التعليم ده إلا إنه مش عارف يدير. شغل منصب قائد القوات الجوية وتم ترقيته لرتبة فريق في 22 يوليو 2018، واتعين وزير للطيران المدني في أغسطس 2022. يعني بقاله حوالي سنتين، قول سنة وكم شهر، وبخبرته العسكرية وبإمكانياته العسكرية الكبيرة العالية اللي حضرتك تابعتها معانا دلوقتي، هو كل اللي يقدر يعمله إنه يبيع أو يجيب حد يدير عشان يقولك إنه هو ووزارته فشل في إدارة المطارات المصرية. طيب السياحة في مجلس النواب، لجنة السياحة قالت لك ايه؟ قالت لك احنا يا جماعة فاشلين جدا، وبيدللوا على ده هو بيقول لك احنا متأخرين 40 سنة، ده احنا طبقناها في عهد شفيق ولم تنجح. يعني هو طبقها في عهد شفيق وما نجحتش، وبعد 40 سنة جاي يطبقها تاني، او بعد 20 سنة جاي يطبقها تاني عشان ما تنجحش او تنجح. بس الاول وفي الاخر كل ده دليل فشلهم ودليل عدم استطاعتهم على إدارة المشهد في المطارات المصرية. قال لك احنا في سنة 2000 في عهد الفريق شفيق حاولنا نظبط الدنيا ونعمل الفكرة دي من قبل شركات ليس عالمية ليست جديدة، يعني عملناها قبل كده،
بس فشلت، وعشان هي فشلت في سنة 2000 بعد 24 سنة هنعملها مرة تانية، عشان لما أقول لك إن هم محترفين فشل تصدقني.